هذا المجلس حقق استقرار سياسي مثل ما حقق ذكرت صح ابو علي، ايش حقه صحيح ينحل؟ صحيح. انا قلت لك في جانبين، في جانب نيابي في جانب الحكومي. في الجانب الحكومي اقولها محبه في الكويت واهلها، خل تستقيل الحكومه اللي هي مو زينه. نحتاج الى فريق حكومي جديد يواكب هذه التحديات. لما تتكلم ساعه مثلا عن قضيه البنزين، الاغلبيه بتقول لك انا موافق بس اوقف الهدر واوقف الاخطاء الكبيره في قطاعات اخرى. الحل الجذري شنو؟ يعني ما اسوي اي اصلاحات بسبب وجود اخطاء اخرى؟ لا، خلي فريق حكومي قادر على معالجه الاخطاء. اذا كان هذا رايك، طير الحكومه، ليش يطير المجلس معه؟ شوف انا المفردات، انت عندك مجلس تقدر تطير في حكومه. طرح بقول لك شيء يعني ابو فهد، انا هذه المفردات ما احب استعملها وانا رئيس مجلس الامه. يمكن كنت استعملها وانا نائب يمكن، بس وانا رئيس مجلس الامه هو الموضوع مو منو يطير منو. اغلب الانجازات اللي تحققت خلال هذه الفتره بسبب تعاون السلطتين. لكن انا اقول لك في ايضا اماكن اخرى ما تحتاج الى تغيير، مع الاحترام للجميع، تحتاج الى تغيير. التحديات اللي نواجهها تحديات في هذه المرحله تحديات كبيره. انتهت صلاحيه الحكومه؟ مو انا اللي احدد.